السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا التسجيل الصوتي لتقديم بعض العناصر النظرية لفهم جزء قليل من ما يسمى بالطريقة المقطعية أو الطريقة التركيبية التي تم اعتمادها هذه السنة في تدريس القراءة بالمستوى الأول. من طبيعة الحال أن هذه المعطيات النظرية هي مفيدة من منطلق منطق البراكسيس، لا لوجيك دي براكسيس. هذا المنطق يفترض أن أي ممارسة أو فعل نقوم به يكون ناجحا كلما امتلكنا فهما أو معطيات معرفية وافية بشأنه، وعلى عكس من ذلك كلما كان فهمنا ضيقا ومحدودا كلما كان ذلك الفعل محفوفا بالقصور وبالنمطية. لهذا من الضروري جدا على المدرسين، على هذا الجيل الجديد من المدرسين، ومن طبيعة الأمر أن هذا ينطبق حتى على القدامى، ولكن هذا الأمر يتطلب نية وإرادة وعزيمة في البحث وتوسيع المدارك المعرفية. بالنسبة لهذا الجيل الجديد من المدرسين يستحسن فيه أو منه أن يمتلك ثقافة البحث وثقافة الاطلاع، بمعنى أن أي اختيار بيداغوجي أو ديداكسيكي يتطلب منا أن نمتلك معطيات معرفية ونظرية بشأن هذا الاختيار حتى ندرك أولا تاريخ تطور هذا الاختيار، لأن الأمر يتعلق هنا بالطريقة المقطعية. الطريقة المقطعية هي مثبتة في تاريخ البيداغوجيا منذ 1762، وتطورت الاختيارات وتطورت التطبيقات بشأن هذه المقاطع أو بهذه الطريقة المقطعية. من المفيد جدا معرفة هذه التطورات وهذه التعديلات وإعادة التكييفات التي عرفتها هذه الطريقة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، وفي عدة تجارب بيداغوجية خصوصا في فرنسا وبلجيكا على التحديد. ثم من جهة أخرى لابد من تجريب الطرق انطلاقا من القواعد المثبتة من طرف السلطات البيداغوجية إلى غير ذلك. ثم معرفة ما كان من القوة وما كان من الضعف، بمعنى إدراك الحدود التي تكون في هذه الطريقة صالحة والتي تكون فيها غير صالحة، حتى نمتلك وعيا نقديا أو ما يمكن تسميته بالتبصر المهني الذي يعتبر كفاية مهنية أساس يجب أن تتوفر في المدرس. طبيعة الحال أنكم اطلعتم على التبصر المهني في مزروعة التدبير، وهذا التبصر المهني يشمل كل الاختيارات، يشمل كل الممارسات الديداكسيكة أو البيداغوجية التي يقوم بها الأستاذ، لأن الأستاذ مطالب أن يفهم، أن يسأل نفسه، أن يسائل عدته، وأن يقوم بالتغذيات الراجعة الضرورية لإعادة تكييف تلك الاختيارات وتلك التدخلات. لذلك في هذا العرض سأقدم بعض المعطيات النظرية التي تتصل بشكل من الأشكال بالممارسات الممكنة للطريقة المقطعية في تعلم القراءة. قلت بأن هذه الطريقة المقطعية ظهرت سنة 1762 مع الأب جون جورج ستوبر، وكانت تسمى في البداية بالطريقة با، بمعنى ألف باء با، وتسمى أيضا بالطريقة التركيبية، علما أن هذه الطريقة هي في واقع الأمر تعتمد على التحليل، ولكن التحليل ليس غاية وإنما الغاية هو التركيب من المنطلق الديكارتي. لذلك فهذه الطريقة
تعتمد على التركيب، سواء كان هذا التركيب فونيميا أو صوتيا، أو تركيب بين ما هو صوتي وما هو مكتوب أو ما يسمى بالرسم. وكانت هناك طريقة أخرى، لا أقول مضادة لهذه الطريقة المقطعية، أو ربما هي طريقة كانت بديلة، وهي الطريقة الكلية لا ميثود جلوبال ولا ميثود أوليستيك، والتي وضعها أوفيد ديكخولي سنة 1920 من منطلق الأبحاث النفسية في تلك الفترة، وخصوصا النظرية الجيشتالتية، على اعتبار أن النظرية الجيشتالتية هي من بين النظريات التي تعتمد التركيب بين ما هو نفسي وما هو وجداني ثم ما هو عقلي وديني، وهي التي يمكن اعتبارها الأساس الذي قامت عليه نظريا بيداغوجيا الكفايات. بمعنى أن تقوم هذه الطريقة على البنيانة الكلية، بمعنى لا قيمة للأجزاء إلا داخل الكل، فلا قيمة للحرف الصوتي إلا داخل الكلية الصوتية للكلمة ذات معنى. قلنا أن هذه الطريقة التي وضع أوفيد ديكخولي سيتم تطبيقها ديداكتيكيا في فرنسا سنة 1920 مع مادام غوكيي. وقع الأمر أن الجدال بين الطريقة المقطعية أو الطريقة الكلية كان في البداية جدالا نظريا، جدالا بيداغوجيا، حول ما هي الطريقة الفعالة التي تمكن المتعلمين من اكتساب أدوات القراءة. سرعان ما أن هذا السجال تحول إلى سجال سياسي وإيديولوجي إلى يومنا هذا في فرنسا، بمعنى حتى الوزير الجديد في حكومة إيمانويل ماكرون أنه أعاد النقاش حول الطريقة المقطعية في مواجهة الطريقة الكلية، وهناك أخذ ورد وتجاذب بين وزراء بين جهات إلى غير ذلك، وهو جدال أخذ بعدا سياسيا. وداخل هذا الخدم هناك نقاش رصين ورزين وعلمي ومعرفي بين مختصين في المجال البيداغوجي، وخصوصا في البيداغوجيا العصبية. ومن بين الأهم الأعمال التي يمكن اعتبارها ذات مردودية معرفية وبيداغوجية، وهي الأعمال التي يقوم بها غولون غواغو في السنتر ناسيونال دي ريشيرش سيونتيفيك، وهي أعمال أتابعها منذ سنوات حول حدود الطريقة المقطعية وأيضا الطريقة الكلية في تعلم القراءة، وأثر ذلك على العمليات الذهنية المنطقية والضرورية لفعل القراءة. رولان غواغو قام سنة 2008 بدراسة حول 2800 متعلم في القسم الأول، وامتدت هذه الدراسة على 3 سنوات، وأثبتت أن أغلب المدرسين، أقول المدرسين، واجهوا صعوبة مع تلاميذ القسم الأول بحكم أن هؤلاء التلاميذ استفادوا من التعليم الأولي لمدة 3 سنوات، c'est-à-dire la petite section, la moyenne section et la grande section. وكما هو معروف أن التعليم الأولي يعتمد على الطريقة المقطعية، بمعنى لا ميثود سيلابيك. ما لاحظه غواغو أن أغلب المدرسين واجهوا صعوبة في نقل المتعلمين من عادات الطريقة المقطعية التي رسخ فيها التعليم الأولي إلى الطريقة الكلية للقراءة التي تعتمد على الفهم. بمعنى آخر، أن التلاميذ الذين مروا من التعليم الأولي ظلوا في أغلبهم، لا أقول كلهم وإنما في أغلبهم، ملتصقين بالتهجي ولم يصلوا إلى القراءة بمعنى كتهجي كلي للكلمات والجمل والفقرات.
ولاحظ جواجو أن الصعوبة أو المشكل في اعتماد الطريقة المقطعية أو حتى الطريقة الكلية أو أي طريقة سين كانت ليس في اختيار هذه الطريقة أو تلك، فكل الطرق تبدو من ناحية أولى متساوية في حدود النجاح وفي حدود الفشل، ولكن ما يحدد القيمة البيداغوجية والنتائج البيداغوجية الفعالة لتلك الطريقة لهذه الطريقة أو تلك أساسا هو حجم الوقت الذي سيخصص للقراءة أو للوعي الصوتي في هذه الطريقة أو تلك. فكل الطرق تحتاج إلى إعطاء المزيد أو اعتماد المزيد من الوقت لوضع المتعلم في وضعية القراءة. كلما كان هذا الوقت قصيرا كلما كانت النتائج سلبية. ثم من جهة أخرى هناك عامل حاسم ونوعية الأنشطة المقترحة، بمعنى الأنشطة التي يعتمد عليها المدرسون في تلك الطريقة سواء كانت مقطعية أو كلية أو غيرها، لأن نوعية الأنشطة التي سيقترحها المدرسون هي التي تحدد بشكل قوي نوعية النتائج القرائية التي سيكتسبها المتعلمون. إذن حسب جواجو ليس مشكلة أن نختار هذه الطريقة أو تلك، وإنما الوقت ونوع الأنشطة التي سنقترحها على المتعلمين. بالعودة إلى الطريقة المقطعية كما تم اعتمادها في المغرب في المستوى الأول، أقول بأن الغاية من هذه الطريقة هي تحقيق نوع من التطابق بين الوعي الصوتي والكتابة، c'est-à-dire une correspondance entre la conscience phonologique et la conscience graphique. هذا النوع من التطابق هو الذي يسمى بلا conscience phonographique، صوتي ورسمي أو كتابة في نفس الوقت. ومن جهة ثانية أن رهانات دخول القراءة هي رهانات متعددة، نذكر منها التعرف البصري على الكلمات أو الحروف المكتوبة لأننا لا نقرأ إلا ما هو مكتوب، والفعالية لو بروميير ميكانيزم دو لا ريكونيسونس اون ليكتور سي تان ميكانيزم فيجوال، أن التلميذ يسجل أو يختزن في ذاكرته رسم الحرف أو رسم الكلمة. إذن لابد من التعرف البصري على الحرف أو على المقطع الصوتي مكتوبا، لأننا كما قلت لا نقرأ إلى ما هو مكتوب. ثم التعرف على بنية الصوت المنطوق أو المسموع، بمعنى تفكيكه إلى وحدات صوتية صغيرة سكون أبل لفونام. ثم إن كان صوتا مركبا بمعنى التعرف على الفونيمات التي تركب ذلك المقطع الصوتي، والفونيمات في مجموعها تنقسم إلى نوعين صواميت وصوائت. وهذان التعرفان يدخلان في القدرة على التهجي لديشيفراج. إذن الغاية أو الهدف الأول للقراءة المقطعية هو تمكين المتعلم من التهجي، والتهجي هو التعرف على الوحدات الصوتية. وفي مقام ثالث أن التهجي لا يمكن اعتباره هدفا في حد ذاته، وأشدد على هذه المسألة أن التهجي ليس غاية ليس هدفا من العملية التعلمية، بل التهجي هو مجرد أداة، هو مجرد خطوة، هو مجرد مدخل لتعلم القراءة. غير أن الدراسات العلمية سواء التي قام بها غولون جواجو أو التي قامت بها كاترين دولومب فيما بعد لا تثبت أبدا أن التهجي يضمن القراءة، لسبب بسيط هو أن القراءة تحتاج لإدراك المعنى.
لهذا فالقراءة هي الكفاية المستهدفة في المدرسة باسكو لا ليكتور سي اون كومبيتونس. اما التهجي لو ديشيفراج سي با اون كومبيتونس سي اون كاباسيتي. وهنا يجب التمييز ما بين الكفايات والقدرات، لان الكفايه تستدعي قدرات تؤسس تلك الكفايه. دونك لا كومبيتونس سي لا ليكتور، لو ديشيفراج سي اون كاباسيتي. اذا لا يجب ان نحول موردا او اداه الى غايه، لان القراءه هي فعل مركب ومعقد، لانها تحتاج اولا لادراك البنيه التركيبيه النحويه وادراك النوايا لي زانتونسيون ديال لوتور وادراك الصور البلاغيه وامتلاك معلومات حول الموضوع ومعجم وامور اخرى لفهم النص. طبيعه الحال لا يمكن اعتبار التهجي غايه في حد ذاته، وانما الغايه هو ان يتمكن المتعلم من القراءه. لذلك سنجد بان القراءه المهمه هي القراءه التي تقوم على الفهم لا ليكتور كومبريونسيون، لاننا نؤهل المتعلمين لان يمتلكوا ادوات القراءه ليفهموا النصوص لينخرطوا في الفعل الثقافي وفي الفعل الفكري الحضاري، ولا نتوخى أن يظلوا مجرد ببغاوات ستادير دي بيروكي يفككون الأصوات وينطقون كل صوت على حدة، لأن ذلك سنرى فيما بعد في الصعوبات المرتبطة بالطريقة المقطعية. في المستوى الثاني سأحاول الإجابة على سؤال ما هي المبادئ التي تقوم عليها الطريقة المقطعية. نرى أن الطريقة المقطعية تقوم على التقطيع، وفي اللغة العربية يستحسن تسمية هذه الطريقة بالطريقة التقطيعية وليس المقطعية. لماذا؟ لأن اللغة العربية لا تعتمد على المقطع الصوتي، بل هناك حروف صوتية سواء صوامت أو صوائت، ومنها نمر مباشرة إلى الكلمة دون المرور عبر المقطع الصوتي المعروف علميا بلا سيلاب. في اللغة العربية ليست هناك مقاطع صوتية بمعنى دي سيلاب. في الصوتيات العربية والدراسات الصوتية العربية بالصيغة اللسانية الحديثة كما وضع فرديناند دو سوشور هي دراسات حديثة. الصوتيات العربية القديمة، هناك دراسات صوتية عربية قديمة في بغداد إلى غير ذلك، كلها كانت تقوم على التقطيع المعروف أو التقطيع الصوتي المعروف بالتقطيع العرودي للفراهيدي، وهو تقطيع لا يقوم على الصوت أو الحرف وإنما على الصوت ككلمة ككل على صيغة تفعيلة. لذلك فالتقطيع الشعري العرودي الذي قام به الفراهيدي هو تقطيع صوتي، بحكم أن الشعر آنذاك كان فعلا إلقائيا فعلا صوتيا ولم يكن فعلا كتابيا آنذاك، فكان التقطيع تقطيعا صوتيا، ولكن ذلك التقطيع الصوتي كان كتقطيع للكلمة ككل وعلى شكل تفعيلات فاعل مستفعل إلى غير ذلك. وبالتالي فإن الطريقة المقطعية كما تم اعتمادها في المدارس العربية في السنوات الأخيرة هي تطبيق أو إسقاط للطريقة المقطعية الفرنسية على اللغة العربية، علما أن المدارس الأنجلوساكسونية لا تعتمد الطريقة المقطعية بل تعتمد على الطرق الكلية لي ميثود جلوبال، parce que la phonétisation anglophone tout à fait différente de la phonétisation francophone. وبالتالي أن الطريقة المقطعية لا تصلح أبدا للغة الإنجليزية. لذلك فالطريقة المقطعية كما تم اعتماده الآن هي إسقاط للطريقة المقطعية للغة الفرنسية، علما أن هناك اختلاف في التصويت
في النطق في البنية الفونولوجية للغة العربية بالمقارنة مع اللغة الفرنسية. وستلاحظون أن التقطيع الصوتي الذي تمارسونه مع التلاميذ، وهناك بعض دروس النموذجية الموجودة الآن في, 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 في اليوتيوب ويمكن الاطلاع عليها، ستلاحظون أن هناك مشكلة حقيقية في التقطيع الصوتي للكلمة إلى مقاطع صوتية. وأنا لاحظت بعد الدروس التي اعتمدت تجربة هذه الطريقة، وقع هناك مشكل حول التقطيع. لنأخذ مثلا كلمة غدروفون، هناك بعض التلاميذ الذين قطعوا الكلمة إلى مقاطع تالية، غدروفون، بمعنى استخرجوا 4 مقاطع صوتية. وهناك من التلاميذ من قطعها إلى غدروفون، بمعنى استخرج فقط مقطعين صوتيين. إذن كيف سنحسن في أمر هذا التقطيع؟ ما هو التقطيع الصحيح؟ هل الذي استخرج 4 مقاطع أم الذي استخرج مقطعين؟ في حقيقة الأمر لا يمكن أن نحسم في هذا الأمر، لأننا لا نمتلك معيارا علميا في الصوتيات العربية لإثبات التقطيع الصوتي المناسب. لماذا؟ لأن اللغة العربية لا تعتمد على التقطيع الصوتي أو المقطع الصوتي. تقوم الطريقة التقطيعية على عمليتين كبيرتين، العملية الأولى تحليلية أو تفكيكية، والعملية الثانية هي عملية تركيبية. بالنسبة للعملية التحليلية الأولى وهي تفكيك الصوت المركب أي الكلمة إلى أصوات صغرى على شكل فونيمات، وهذه الفونيمات بما هي وحدات صوتية غير قابلة للتجزيء، تكون إما صامتة أو صائتة. والفونيم الصامت سمي صامتا لأنه لا ينطق بمفرده أو لوحده، بل يحتاج إلى حركة صوتية إلى صائت، سواء كان هذا الصائت قصيرا أو طويلا. مثلا إذا أخذنا حرف باء، وقع الأمر أننا لا ننطق باء، وإنما باء هو حرف أبجدي، ولكن هذا الباء كمكون صوتي لابد أن يقترن بصائت يجعله إما مفتوحا أو مجرورا أو مضموما أو منونا إلى غير ذلك. وهذه الحركة الصوتية إما ستكون حركة صوتية قصيرة على شكل فتحة مثلا ونقول ب، أو حركة صوتية ممدودة على شكل حرف ونقول با. ونفس الأمر ينطبق على الحروف الأخرى مثل جا ج إلى غير ذلك. العملية الثانية وهي التركيب الصوتي، أي اللعب بالحروف الصوتية الصامتة والصائتة في مقاطع صوتية مركبة بدرجة بسيطة، ويمكن أن ندفع هذا التركيب إلى الأعلى. بالتالي نقدم للمتعلم أصوات أو نطلب منه اللعب بالصوامت والصوائت ليصنع مركبات صوتية بسيطة أو متوسطة التركيب من قبيل الجمع بين حرف باء وألف وتاء وألف إلى غير ذلك، باء تا وباء بن وبيتن إلى غير ذلك. فالعملية هنا هي عملية تركيبية فونيمية لاستخراج مقاطع صوتية، ولكن هذه المقاطع الصوتية المركبة لا يجب أن تكون اعتباطية، بمعنى أن أصوات غير دي معنى، لابد أن نستحضر المعنى، بمعنى أن نطلب من المتعلم أو أن نقدم له عناصر أو مواد صوتية يقوم بعملية التركيب بينها لكي يستخرج مركبا صوتيا
له معنى. وهنا ننتقل من التركيب الفونيمي إلى التركيب المورفيمي، من الفونام إلى المورفام. والمورفام هو أصغر وحدة صوتية ذات معنى غير قابلة للتجزئة، لأنه إذا قمنا بتجزئ الفونام فإنه المورفام فإنه سيفقد المعنى، وبالتالي سيتحول إلى صوت بلا معنى، والأصوات بلا معنى لا توجد في اللغة، لأن اللغة نظام من العلامات الصوتية ذات معنى. العملية التركيبية، وهي عملية تركيبية بين المنطوق والمكتوب. أولا، الربط بين الصوت ورسم الحرف الصوتي أو المقطع الصوتي، أي بين المسموع والمنطوق والمكتوب، إما عبر الانطلاق من المكتوب إلى المنطوق، أو الانطلاق من المنطوق إلى المكتوب، بمعنى أن يلاحظ المتعلم ما هو مكتوب ويحاول نطقه، أو سماع أو نطق صوت ثم كتابته. قد نسمعه صوتا، أو قد يقرأ هو صوتا، أو يقول صوتا، أو حرفا صوتيا إلى غير ذلك، أو مقطعا صوتيا، وبالتالي يقوم بعملية نقله على مستوى الكتابة. C'est-à-dire la correspondance entre le phonologique et le graphique. الربط الثاني هو الربط بين المقاطع الصوتية لبناء الكلمة، ثم ربط الكلمة بالمعنى، لأن التهجي أو القراءة إن لم يقترن بالمعنى فلا قيمة للقراءة. وفي مستوى ثاني لهذا الربط، لا بد من تركيب كلمة مع كلمة أخرى للدخول في فعل القراءة الكلية أو نصف الكلية، لتمكين المتعلمين من امتلاك أدوات القراءة وإخراجهم من التهجي التفكيكي الذي قد يتحول إلى صعوبة ذهنية تحول دون القراءة والبحث. والبحث ضيور الذي قام به جواجو أظهر أن الصعوبات البيداغوجية كثيرة جدا التي تكون مرتبطة بالقراءة المقطعية، وبالتالي أن الطريقة المقطعية في نظر رولان جواجو تستدعي جهدا كبيرا من المدرسين، وتستدعي في نفس الوقت جهدا من المتعلمين. لذلك فالطريقة المقطعية هي طريقة ترهق المتعلمين وترهق المدرسين على حد سواء. في هذا المستوى الثالث سأحاول توضيح بعض الصعوبات البيداغوجية التي تطرحها هذه الطريقة، سواء بالنسبة للمدرسين أو بالنسبة للمتعلمين. سنجد أن الصعوبة البيداغوجية الأولى لهذه الطريقة هي أنها تحول القراءة إلى عملية تجزئية، وتحول النص إلى حروف صوتية مجزأة. أحيانا يصعب على المتعلم الجمع بين، وستلاحظون أن بعض المتعلمين ستكون لديهم قدرة كبيرة على تفكيك الأصوات وعلى التهجي، بمعنى أنه يتعرف على أصوات مجزأة، ولكن سيجدون صعوبة في الجمع بين هذه الأصوات إذا كانت الكلمة نوعا ما مركبة. ومن جهة ثانية، لا يمكن الحكم على هذه الطريقة لا سلبا ولا إيجابا، بل هذا الحكم يتوقف على نتائجه على التلاميذ، وهذا بدوره يتوقف على نوع المجهود الذي يقوم به المدرسون، وحجم الوقت الذي سيخصصونه للمتعلمين، ونوع الأنشطة التي سيقترحونها عليهم. وهنا لا بد من التشديد على أن هذه الطريقة تتطلب إبداعا كبيرا في الأنشطة، وخصوصا أنشطة الوعي الصوتي والتركيب بين الوعي الصوتي والكتابة. لذلك على المدرسين البحث على أنشطة محفزة وهادفة، واعتماد المقاربات البيداغوجية من خلال البناء الجماعي للتعلمات أو ما يسمى بالاشتغال بالمجموعات، ثم اعتماد المقاربات الاستكشافية أو التجريبية، بمعنى أن نضع المتعلمين في وضعية البحث واكتشاف الأصوات وتجريبها
إلى غير ذلك. بمعنى لا يجب أن نعتمد الطريقة التي رأينا في تلك الدروس التجريبية، أن التلاميذ يرددون بشكل ببغاوي دي بيروكي، يقول أستاذ الصوت ويقوم التلاميذ بترديده إلى غير ذلك، فهذا أسلوب متجاوز وأسلوب عتيق وأسلوب لا يمكن اعتباره أسلوبا شريفا على المستوى البيداغوجي والعلمي، بل يجب أن نضع المتعلمين في وضعية اشتغال، يكتشفون الأصوات ويجربونها ويمارسون عليها مجموعة من العمليات. بمعنى أن تدريس الوعي الصوتي مثله مثل تدريس الرياضيات أو النشاط العلمي، لابد أن يعتمد نهجا تقسيا، بمعنى لابد أن نعتمد منهجا تجريبيا، نضع فيه فرضيات، نلاحظ، نتساءل، نضع فيه فرضيات ونجرب، وبعد ذلك نخرج إلى خلاصات أو تعميمات أو نمذجات. صعوبة أخرى وهي أن الطريقة المقطعية لا تنسجم مع جميع التلاميذ، خصوصا أن الأساليب الإدراكية لي ستيل دو بيرسيبسيون تختلف من تلميذ إلى آخر، سكون أبل لو فاكاو، خصوصا أن التلاميذ الذين يعتمدون على الإدراك البصري، لأن هناك بعض التلاميذ من يمتلكون مدخلا إدراكيا بصريا، والإدراك السمعي لديهم ليس أساسيا ولا يمثل أهمية كبيرة في الفهم وفي لا ميمويزاسيون. سيجد هؤلاء التلاميذ البصريون صعوبة في تعلم تهجي القراءة بناء على التقطيع الفونيمي، لأن هؤلاء التلاميذ يتعلمون القراءة من خلال تخزين الصورة البصرية للكلمة، ويربطون تلك الصورة البصرية مع صورة سمعية ومع فهم، c'est-à-dire un signifiant, un signifié, mais visuel. والدراسة التي قامت بها كاترين دولامب سنة 2013 أثبتت بما لا يدع الشك أن الطريقة المقطعية لا تناسب أبدا الأطفال الذين يعانون من بعض الصعوبات كم الديسلكسي إلى ديسغرافي، وما أكثر التلاميذ الذين يعانون من هذه الصعوبات في المدارس المغربية الديسلكسي إلى ديسغرافي مزيد حتى لديس كالكولي. بالتالي أن هؤلاء التلاميذ الذين عانوا من هذه الصعوبات ستكون نتائجهم في الطريقة المقطعية نتائج غير محمودة. وأيضا الأطفال الذين يعتمدوا على الإدراك البصري والإدراك الحركي، لأنه هناك بعض التلاميذ الذين كما قلت يعتمدوا على الإدراك البصري، وهناك من يعتمد على الإدراك الحركي. بعض التلاميذ يحتاجون إلى الحركة وإلى تمثيل شيء أو مفهوم معين بالحركة. فيما يتعلق بالطريقة المقطعية بحكم أنها طريقة صوتية، فإن الإدراك التصوري ستدير إيكونوغرافي ليكون إيكونوغرافيك، ثم la représentation motrice et moteur ستكون بالفعل غائبة. لذلك فالطريقة في اعتقادي الخاص أن الطريقة المقطعية هي طريقة فعالة بالفعل إلى جانب طرق أخرى، وليست هي الطريقة الوحيدة. بمعنى لا يجب أن نكون في هذا النوع من الدغمائية في الجزم والحسم، وسنقول بأن الطريقة المقطعية أفضل طرق، هناك الكثير من الأساتذة الذين يفكرون بهذه الطريقة. لا، هي مجرد صيغ وأدوات مثل المقاربات البيداغوجية، هناك عدة مقاربات كلها فعالة وكلها غير فعالة في ظروف ما. إذن الأهم هو اختبار هذه الطرق كلها، أو لنفترض بحكم أن الطريقة المقطعية الآن مفروضة في المغرب فرضا، بمعنى ستون إيجيموني بيداغوجيك، بمعنى في المغرب هناك استبداد بيداغوجي، هناك قرارات يتم تنزيلها أو إنزالها دون أن نمتلك المعطيات العلمية ودون أن نمتلك معطيات التجريب الحقيقي والموضوعي لكي نتخذ القرارات
البيداغوجيه المناسبه. هكذا حتى تنزل القرارات لا نعرف من انزلها وكيف انزلها وباي منطق انزلها، وبالتالي سيقال لكم، لان هناك ناس لا يمتلكون من المعرفه الا كيفيه ممارسه التسلط، سيقولون لكم عليكم ان تطبقوا هذه الطريقه كما طلب منكم وانتهى الامر. فقال الامر اننا نخرج امام مثل هذه العبارات مما هو بيداغوجي وندخل الى ما هو تسلطي، نخرج من التربيه وندخل الى الترويض والتطويع. وبالتالي انه انتم كجيل جديد من المدرسين يجب ان تضعوا حدا لهذا النوع من التسلط البيداغوجي، وعلينا ان ندخل الى العقلانيه والديمقراطيه البيداغوجيه، بمعنى علينا ان نختبر كل شيء، علينا ان نفهم كل شيء، وعلينا ان نقوم ونقيم اي شيء بنتائجه، وعلينا ان ناخذ الوقت وان نمتلك الوسائل الكفيله لممارسه الافعال البيداغوجيه التبصريه والرسينه. لهذا اقول بان جميع الطرق متساويه، ليس هناك فرق بين الطريقه المقطعيه ولا الطريقه الكليه ولا الطريقه المختلطه، مثلا طريقه بوشار الى غير ذلك، كلها طرق فعاله. ولكن ما يحسم بين هذه الطريقه وتلك هو ان نعرف، ان نتملك معرفيا اشتراطات كل طريقه، قواعد كل طريقه، وان نجرب وان نحصل على النتائج وان نقوم بالتعديلات المناسبه والضروريه، وعلينا ان نكيف الطريقه مع قدرات المتعلمين، مع حاجاتهم، مع الظروف التي نشتغل معها فيها، سواء كانت ظروف تقنيه لوجيستيكيه او ظروف طبيعيه او ظروف ثقافيه واجتماعيه. لان الذكاء البيداغوجي، واقول بان الذكاء البيداغوجي كما يحدده بياجي، هو القدره على التكييف، القدره على النقل الديداكتيكي، لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك لهذه الطريقه او تلك، وتكييفها مع شروط الوضعيه التعلميه. وبالتالي ان نعتمد نموذجا لتدريس الطريقه المقطعيه كنموذج نمطي ونطبقه ونفرغه على كل المتعلمين في كل الازمنه وسائل الامكنه، فهذا عيب لا يليق بالمدرسين ولا يليق بالفعل التربوي في القرن 21. اعتذر على هذا التطويل، أشكركم وأتمنى لكم حظا موفقا، وإلى اللقاء إن شاء الله.